بعد عام من انقطاعه عن المدرسة نتيجة النزوح، وجد محمود أخيرا مكانا لمتابعة تعليمه من جديد، لكن ليس في مدرسة ولا شعبة صفية ولا حتى خيمة، بل في بناء كان آخر ما أتيح من خيارات أمامه أمام نظرائه 300 من أبناء النازحين والمهجرين إلى منطقة ريف المهندسين جنوب حلب. أنا الطالب محمود نجار، نازح من راشدين، جينا لهون. هون كان ما في مدارس، هون متجمع الله يعطينا العافية عشان يسوونا المدرسة عشان ندرس فيها، وهون إنه عم درسونا عم نبرق على الأراضي، لا في لا مقاعد ولا شيء ولا شيء. محمود ومدرسته إن صحت التسمية ليس حالة استثنائية، بل ظاهرة تنتشر بنسبة مخيفة حسب ناشطين لمدارس نشأت بجهد ذاتي بغية الحد من حالات التسرب التي تجاوزت نسبتها 40% من عموم طلاب الشمال السوري، فيما يعاني 30% من الطلاب خارج هذه النسبة من حرمان للجو المدرسي، إضافة لشح في الكتب والقرطاسية ومواد التدفئة وحتى نقص المقاعد أيضاً. بنعلم ضمن امكانيات ضعيفه بالمره، يعني شايفين الواقع، يعني لا في مقاعد، لا في الطلاب تقريبا كلهم باركين على الارض، وعم نعلم ضمن امكانيات المناهج كلها الحمد لله. بنطلب من الجهات المعنيه تامين مقاعد، تامين شيء للطلاب، عسى وعلى نبني هالاجيال. وعندما يكون الحديث عن غياب البناء المدرسي المجهز والمناهج والمقاعد الدراسية وكل ما يخص العملية التعليمية، فإن التطرق للحاجة إلى الدعم النفسي الذي يحتاجه الطلاب هنا يغدو ضربا من رفاهية قد لا تخطر على بال في هذه المدارس العشوائية التي تعتبر ملاذا وحيدا للمئات من نظراء محمود ممن يقيمون في المناطق البعيدة عن مراكز عمل الجهات الرسمية والمنظمات. تقول الإحصائيات أن نسبة 40% من طلاب المناطق المحررة متسرب عن العملية التعليمية، بل وأن جزءا كبيرا ممن يتلقون تعليمهم خارج هذه النسبة يتلقونه في جو بعيد جدا عن جو المدارس. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الجنوبي.